السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه اوتوتاب، ده بمثابة مساعد شخصي ليك. العمليات التكرارية اللي انت بتعملها بشكل ممكن يكون ممل بالنسبة لك يقدر ان هو يساعدك فيها، تمام؟ يعني المفروض مثلا ان انت مشارك في بعض المواقع زي مثلا ابورك او فريلانسر، فاول ما تيجي حاجة مناسبة ليك ممكن ان هو يبعتها لك، ممكن ينشر لك على وورد بريس، ممكن ان هو يساعدك في حاجات كتير جدا، وبيبدأ من $1 في الساعة. طيب هو عبارة عن ايه؟ ذكاء اصطناعي معتمد على الاوبن اي اي، بيربطك بكل المواقع ديت، تمام؟ تريلو ولينكد ان وإير تيبل ودروب بوكس وفيسبوك وورد بريس امازون. فممكن مثلا تكون انت بتشيل حاجات من علي بابا وتبيعها مثلا على امازون، فيبدأ يربط لك بين الاتنين. الذكاء في ازاي ان انت تعمل حاجات معينة بحيث ان يعني يوفر عليك في الوقت. هو معتمد على الذكاء الاصطناعي اوبن اي اي، تقدر تديله تاسكات معينه يبدا ان هو يعملها بدل منك. يعني انت متعود مثلا شغال، انت مثلا بتخش على لينكد ان وتاخد معلومات وتبدا تحطها مثلا في ملفات اكسل او كده، هو يبدا ان هو يساعدك فيها او يقوم بالمهمه دي بالنيابه عنك. ممكن تقوله مثلا انا عايز مثلا اول ما يجي لي ايميل على زوهو تبدا تعمل كذا، او اول ما يجي يوتيوب معين فيديو معين فيه كلمات معينه تنشره مثلا من خلال الايميل. فبدل ما تعمل حاجات انت تكرارية كتير، لا ممكن هو يساعدك